منتشي بصعوده لنهائي كاس الاتحاد وفوزه على مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد فوزه على نورتش وهاتريك رونالدو. اللي بيغيب اليوم بسبب وفاة رضيعه بيغيب عن المباراة، ولكن يعني مباراة سهلة مرتقبة حقيقة. ليفربول فوزه اليوم حيصعد به إلى صدارة الترتيب في انتظار مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اللي حتقام غدا بإذن الله. ويمكن في حلقة أمس صارت تحدثنا عن ليفربول عن الطفرة اللي حرزت في الفترة الأخيرة بالذات، رغم إنه مع ليفربول له موسمين ثلاثة مواسم فريق ماشي مستوى مرتفع، لكن هذا الموسم يعني لاحظوا ليفربول منتشي من ثلاث أربع نواحي. الأبطال أوروبا وصل الآن نصف النهائي، الكاس الأوروبي كاس الدوري الإنجليزي وصل الأهلي مباراة النهائية، كاس الدوري الإنجليزي الآن هو ينافس على صدارة الدوري. شوف كم جاي غادي في ليفربول وللآن متماسك وما بتحس هو راح مهتز او تول الفريق ده، يعني غادي في جهه ثانيه، الجهه دي حيكون فيها مهتز كما بيحصل لمعظم الفرق. ليفربول لاحظ سمعت تصريح لكلوب المدرب قبل يومين ثلاثه، يوم سالوه عن محمد صلاح انه ما غايب من التهديف، قال لهم ما انا مشغل من الموضوع كثير، حيرجع ويهدف محمد صلاح. ما قال لهم ما شغل نفسي كثير الموضوع، حيرجع ويهدف. والان انت ذكرت قبل شوي محمد صلاح حرص هدف، ده القيمه الفنيه للمدرب الكبير، بيعرف لعبه وعنده وقريب من لعبته، عارف كل صغير وكبير على لعبته. وتحدثنا عن محمد صلاح، الكلام اللي دخل الغاء كثير عنه انه خروج البطوله الافريقيه وتصفيات كاس العالم والكلام ده، وكله قال ما المدرب قال ما بيهمني كثير.